تعالي هنا شوفني تحت تحت شوفني هنا الشرطل تعال. السلام عليكم، كيف حالكم يا جماعة الخير؟ إن شاء الله لكم طيبين ومبسوطين. للأمانة ما توقعت ولا بالكذب إنه في هذه اللعبة حفوز لو مرة واحدة بعد 3 أيام، تخيلوا بثوث أو يومين تقريبا وأنا بحاول أفوز فيها. حيكفيكم الشيء اللي انتم حتشوفوه، بس في البدايه حاب اشكر كل الشباب اللي دائما متواجدين معانا في البثوث، سواء كانوا متابعين او حتى الشباب اللي كانوا معايا في السكواد، يعطيهم العافيه. صالح كينج، وعندنا دراكولا الاسطوره القادمه في هذه اللعبه. فحسيبكم كيف فزنا، صراحه غشيني وغشيني للامانه. فاتمنى ان شاء الله يعجبكم المقطع، تسون اللايك الاشتراك والحركات هذه كلها، ابغاكم تستمتعوا. بس ايوه صح، وهذه عده جديده ان شاء الله حنستخدمها في المقاطع الطويله او الجيم بلاي، بالاضافه ل البثوث المباشر. فأتمنى تشيكون تويتش، لأنه في أي لحظة نسوي بث ما شاء الله في شباب دائما معانا، فاستمتعوا. يا الله، بسم الله. فريق المرقبات المرقبين، معليش. يلا 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 هجوم. وقر دوس يا خنفوس، دوس يا خنفوس، دوس يا خنفوس، دوس دوس يا خنفوس. وو المتصدر، ان شاء الله انها تزبط، بس هنا ده نادر ما تزبط، قايلها نادر ما تزبط. ايوه بث في شيء ولا شغال؟ قطنا 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 الكيبورد، فغصت ام الكيبورد، الشاشه صارت تلعب. بسم الله بسم الله. الله يقطع شيطانك يا دراكولا. شوفونا احنا الفريق المنقبين، الاسود من اليمين لليسار والاثنين اللي في النص. يا رب ما يحطونا، يحطونا حقه البيضه الحلوه، حطونا حقه الكوره اللي تدفها، حطوا لنا حقت يعني اشياء كده بسيطه يا جماعه الخير، سهله. الذيل انبلع، روح يمين روح يسار، جميله كمان. لا اله الا الله محمد، يعني دحين مره ما عاد في شيء تختاروه يا جماعه الخير غير ذا. لا اله الا الله محمد، والله الذاكره ارحم من ذي. يمين بالله هذا تفوز الجيم ده، تفوز فيه تسوي سجدة شكر خلاص. هذا ملك نحن صديق. خلاص بكمل 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 معاهم وبطل الفلسفة. ايوه بطل الفلسفة وخلاص، العب زينا زي العالم. طيب بشوش ايوه ضبطت معانا يا احمد. هذا لا تنط لا تنط، مش طبيعي. اوكي وخر عني. ايوه ضبطت معايا. نشبت نشبت. عطه عطه. لا ايوه اح وقف. يا يا الله يا الله يا الله، لا اصدق يا جماعه الخير لا اصدق. حرق اعصاب يعني، عشان اخر جيم خلاص. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، عليه الصلاه والسلام، منور. فزتوا يا عيال. ك
كينج خلاص اعتقد لا. فاز ما اعرف الباقي كينج فاز بس ما اعرف الباقيين اسه عندك صالح خرج صح والله الجيم صعب دراكولا فاز مو احنا موحدين لبسنا احنا هذا اول جيم حرفيا نوحد فيه اللبس بذي الطريقه انا وكينج ودراكولا اوكي وانا انت خلاص خرجت الله معك لا اله ايوه القم لا اله الا الله بس كويس اقلها معايا ثلاثه من اعضاء الفريق يعني الوضع يجمل شويه اثنين الكوره اقلها انه احنا ثلاثه يعني بيمشي الحال وانا بحاول ادافع ترى بحاول ادافع بكون اخر واحد بس وظيفتي اخرب زي كذا رجع رجع طلع طلع لا تخش الله عليك يا بطاطس الله عليك يا بطاطس الله عليك الله عليك يا بطاطس رجع وين البطاطس اللي معانا ارجع ارجع سنتر اللي هنا اللي هنا الله عليك حارسنا والله كفو الله علي يا احمد خدعتهم سويت لهم حركه رونالدينو كفو ايوه والله البطاطس لعيب صح ايوه تعالي هنا تعالي احمد المحور يا سلام الله يقطع شيطانك الكلب خشي روحي روح وروح وترجع لاحمد الله عليك كبستها بس ما زبطت معايا لا 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 بطاطس والله بطاطس لعيب البطاطس لعيب صح والله غثهم صح هذا لعيب هذا هذا جاي من روكت ليك خذيها خذوها مني خذوها مني يا جماعه الخير هذا مو لعبه مو طبيعي واخر 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 دوس 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 الله عليك أربعة شقيناهم شق أيوه يقول لك مسوي دفة والله البطاطس غثهم صح أيوه أيوه آه بطاطس الله عليك يا بطاطس الله عليك يا بطاطس المدافع المغوار شوف كيف اداها كونفو وأحمد المغوار الثاني جابوها غصب بس جبنا كمان احنا هدف نزلوا كرة يا جماعة ولا خلاص اوه والله واضح معانا شعب من جماعة روكت ليج انا مدري كيف يدفوها بقوة بس اني بضربه بس خلاص ضبطت لك يا سويت لك اسيست هات 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 هنا باص باص ايوه ايوه سباحي اديله شقيناهم شق والله جيم اسطوري الصراحة والله جيم اسطوري ستة يا جماعة الخير جدا اسطور والله كفو عليكم يا عيال ثلاثة دحين احنا واصلين النهائي اتوقع حقة الجري لا اله الا الله الذيل يا عيال اعطوني الذيل يا عيال اعطوني الذيل تخيل واحد يجي الذيل مع واحد فيكم تخيل يجي واحد انا ما معي الذيل ترى شوف 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 هنا هنا اي مع كينج فين الذيل ماني شايفه البطاطس الغثة والله ذا لعيب ترى انتبهوا منه ثلاثة وراء ايوه طح 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 تعب المحظوظ ايوه شالوا واحد من العيال لا وين يا جماعة وخر وخر المشكلة هم يخربوا هم ناويين
دراكولا يقول لك راح فوزك لو اخذت. انا ابغاه يوخر عنهم، هم الخسيسين قاعدين. تعالي نشوفني تحت تحت، شوفني هنا. الشرطل تعال. اكثر من كذا غش ما اتوقع فيه. والله حيجي مقطع اسطوري. وراك بطاطس، وراك بطاطس، انتبه. اهرب. وي وراك وراك وراك. لا احمد ايش قاعد تسوي؟ والله ما سويت شيء. رب اهرب. يا عيال ضيعوا الوقت. كفى كفى، انت تستطيع. لا 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 تجي من هنا. انت تستطيع. انتبه انتبه انتبه. ايوه ايوه يلا ايوه يلا يلا. واخيرا مبروك. والله ما اعتقد في احد في العالم غش زي الغش اللي انا سويته اليوم. مبروك. بعد يومين. انا ايش قلت؟ قلت لك لو لبسنا لبس واحد حنفوز، بس ما حتصدق ولأول مرة اخيرا. يا الله يا الله، والله بث جميل الصراحة، الله يعطيكم العافية. والله مرة استمتعت. ايوه هذا كذا اللعب يا جماعة الخير، هذا كذا اللعب. لا يا شيخ. والله والله مرة هذا حيكون مقطع اليوم، هذا حيكون مقطع اليوم. اتمنى تضيف الشباب يا صالح عشان نلعب دائما مع بعض، واتمنى هم يوسعوا من البارتي، ولو يمكن ممكن بكره يخلونا الاضافات الجديده تكون مواسم، مو مواسم اقصد يعني فرق مع بعض، واكثر فريق يفوز او يوصل النهائي تكون مره رهيبه. لا والله كان جيم رهيب. جدا جدا. فاخيرا فاز فريق المنقبين، نشوفكم ان شاء الله في بثوث قادمه. هذا حيكون ان شاء الله مقطع اليوم باذن واحد احد، اجهز الصوره وحنزل المقطع. ما اتوقع في احد فاز بالطريق اللي انا فزت فيها اليوم. فيعطيكم العافيه ونشوفكم ان شاء الله مقاطع قريبه او بثوث، في الغالب في بث في الليل، فتصبحون على خير.